في مواطن بيتخلق في مصر، فلما يخرج يبقى إعلان عظيم عن مصر. وباسم درويش ده نجم في ألمانيا وفي العالم. الهدف بتاعي إزاي أعمل بروموشن لمصر. إزاي اتعملت كايرو ستيبس؟ هنقدم موسيقى مصرية الأوروبي يحب يسمعها. الشيخ إيهاب يونس، إيه الحلاوة دي؟ هو الإنشاد حالة. صاحبة السعادة، الثلاثاء، الساعة 11 مساء على CBC.